أربعة للبودكاست. قيل إنه في رمضان يسهل القلب بالإيمان وتزداد الروحانية بالصلاة والصدقة وتنظيم الأوقات. تتشكل الأجواء الروحانية والتأملية مع قدوم هذا الشهر المبارك. في هذه الحلقة بنتكلم اليوم عن كيفية الاستعداد لهذا الشهر الفضيل وكيفية الاستفادة منه بشكل كبير لتطوير شخصياتنا والارتقاء بها. خطوات عملية لتنظيم وإدارة الأوقات والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية. معي أنا نهال وإنتم تسمعونا في بودكاست رقي. لنرتقي معا بأرواحنا نحو الدرب السليم. رح نتكلم اليوم عن روحانية شهر رمضان، كيف نستقبله وكيف نتجهز له في هذه اللحظات. ومثل هذا الوقت من كل عام نشوف الكثير يستعد ويتجهز لهذا الشهر الفضيل، منهم من يبحث عن دور تحفيظ يلتزم فيها، ومنهم من يبحث عن خيمات إفطار للصائم وعن توزيعات الفطور لتوزع على السيارات وغيرها من التجهيزات الكثيرة اللي تبعث بداخلنا الطمأنينة والأمل. وبالنسبة لي الاستعداد لرمضان يبدأ بتحديد الأهداف الروحية اللي أسعى لتحقيقها خلال هذا الشهر، سواء كانت من خلال زيادة التلاوة القرآنية أو الالتزام بأداء صلاة التراويح في المسجد وصلاة التهجد. ومن المهم أننا ننظم أوقاتنا ونوازن بين العبادة والعمل والعائلة، وخصوصا إن رمضان جزء منه بيكون خلاله دراسة عند أغلب الدول، إضافة إلى إنه البعض نسي أو تناسى الجوهر الحقيقي لرمضان واللي هو العبادة. أكيد ربطوه بالطعام والاجتماع والزيارات والغبقة. فأنا اليوم جاي أعطيكم عدة نصائح استفدت منها وحابة أشاركها معاكم. النصيحة الأولى، أنصحكم تخصصوا وقت للاستغفار والتأمل، وأنصح بتقديم الصدقة والزكاة للمحتاجين ومساعدتهم، وحافظوا دائما على الروح الإيجابية والتفاؤل. أنا عارفة أكيد إنه رمضان يكون فيه أعمال وربما دراسة عند الضعف، فيكون النوم قليل والطقس حار معجوع النهار، لكن لا ننسى إنه كل شيء بأجره ودائما نحتسب كل شيء عند الله. نصيحتي الثالثة، لازم نهتم بالتطوير الذاتي من خلال القراءة والاطلاع والاهتمام بالتطوير الصحي بممارسة التمارين الرياضية والأكل الصحي وشرب ما يكفي من الماء. أكيد إنكم سبق لاحظتوا إنه الكثير يستغل رمضان لخسارة الوزن أو لاتباع نظام صحي معين، وعشان كذا ضروري يكون عندنا وعي بما نتناوله بالتمارين المناسبة. وأكيد جميل التمارين ما تتعارض مع الصيام، هذه حقيقة. كمان نقدر نستثمر في صحتنا ونحافظ عليها وعلى لياقتنا البدنية من خلال فترة الصيام. عند الفطور مثلا نستبدل المعجنات والمقليات بالقلاية الهوائية، نتأكد من تناولنا للطعام الصحي، وممكن نستبدل العصائر الصناعية بالعصائر الطبيعية. واجب علينا إننا نركز على الصحة البدنية والنفسية في هذا الشهر من خلال الصيام والصدقة والصلاة، وأيضا الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة خلال هذا الشهر. وما ننسى أهمية الاستغفار والتطوع والقيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين والمساهمة في إفطار الصائمين. وفي الأنشطة الروحية اللي ممكن نسويها عشان نعزز تقربنا إلى الله خلال هذا الشهر الفضيل، مثل المداومة على الأذكار وكثرة الاستغفار والحوقلة والالتزام بالدعاء، وأيضا ممكن نتزود بالعلوم الشرعية ونحافظ عليها ونعمل بها. وبالنسبة للخطوات العملية اللي ممكن نتخذها لتنظيم الوقت خلال شهر رمضان، كتابة الأهداف. ممكن بعد كتابة الأهداف مسبقا نبدأ بكتابة مهامنا الأسبوعية واليومية
عشان ننظم وقتنا ونكون على اطلاع بمهامنا وأهدافنا لهذا اليوم، وبناء على هذا الشيء ننتج ونبدأ. ربما البعض يفكر إنه رمضان ما رح يكفي بإننا نسوي كل هذه الأشياء، لكن مع هذه النقطة الأخيرة صدقوني رح يكفي الوقت بتحضير ورقة وقلم وكتابة المهام لهذا اليوم والعمل والسعي لتحقيقها وإنجازها. في حلقتنا لهذا اليوم تكلمنا عن روحانية شهر رمضان وكيف نستعد له بشكل جيد. في الختام أذكركم بأهمية الاستعداد الجيد والصحيح للشهر المبارك والاستفادة منه بتطوير أنفسنا من الجانب الروحي والإيماني، بناء عادات جديدة نقدر نلتزم بها طول العمر بإذن الله، ونطور أنفسنا من الجانب الروحي والإيماني والنفسي والشخصي. شهر رمضان هو فرصة ذهبية لتغييرك الإيجابي والتقدم الروحي. كنتم معي في التقديم أنا نهال، وفي الإعداد العنود السباعي، وفي التدقيق حلل. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون والمهتمين في هذا الجانب والموضوع، ونتطلع لمشاركاتكم في المرات القادمة، وكمان شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني الموجود في الوصف. نشوفكم على خير في الحلقات القادمة إن شاء الله.